في نفسه يعقوب قضاها. يعقوب عليه السلام أراد أن يعوذ أولاده من العين وخاف عليهم من العين لأنهم كانوا نفرا 11 رجلا وهم على جمال وحسن وكمال خلقة، فأمرهم أن لا يدخلوا مصر من باب واحد لئلا يصابوا بالعين، أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة. نعم، اللطيف، اللطيف من أوصاف الله جل جلاله، معناه المتصف باللطف وهو يظهر الأمور في صور أضدادها. فيوسف جيء به إلى مصر عبدا مملوكا، وليس أيضا عبدا نسيبا بل عبد ملتقط. نعم، ومع ذلك باعه الذين أتوا به بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين حقيقة، ومع ذلك صار ملكا على مصر. لو جاءها بجيش جرار وأراد أن يقلب النظام لما استطاع ذلك، فهذا هو اللطف كما قال المختار النبونا رحمه الله: اللطف إبراز الأمور جاء في صور أضداد كمال يوسف صيره قنا لكي ينال ملكا وعزا ربه تعالى.